الو، ايوه تعالوا يلا. انا خلاص ركبت الرموش اهو، هرسم حواجبي بقى. هسرحها بمسكرة حواجب دي من كاركتر. هستخدم ده من ميبيلين، هو اصلا واتكسر واتبهدل. هو ده من ميبيلين، هو اصلا ايلاينر بني، بس انا بستخدمه لحواجبي وحلو يعني ظريف لو خروجات مش مطولة وكده اهو. وفرشة مشطوفة. البنات كله جه، كله جاي يا بنوتاتي. هسرحهم بقى كده. انا بسند بدي ليه؟ عشان ايدي ما تبقعش. نورت ونورت. ده هينضف دلوقتي، هنضفه. اهم حاجة انتي لو غلطتي ما تتخضيش، كله بيتحل، كل حاجة ليها حل عادي، فما تتخضيش خالص. اسألوا اسألوا وانا هجاوب. اي اسئلة في المسكوت، في الميك اب، اي لفات الطرح، اختكم سماح معاكم. خلاص سرحهم بقى كده. وهجيب فرشة وهنضف بقى الايه، الحاجات الظريفة اللي هنا دي. كونسيلر، بتسيح ازاي؟ تحت عينك مثلا ولا بتسيح ازاي؟ نضفه. فلة فلة.
هاي هاي. مسكرة الحواجب احسن ولا بودر؟ انت حسب حواجبك، انت محتاجة حواجبك محتاجة ايه. لو انت حواجبك تقيلة استخدمي بودر، مش محتاجة انك تعملي مسكرة. مسكرة بتدي لون وفي نفس الوقت بتثبت. لو انت عايزة مثلا تغيري لون حواجبك، تثبتي الشعر لو شعر حواجبك طويل كده يعني. يبقى انتي بتستخدمي ماسكارا ووتر بروف صح ولا ايه؟ الماسكارا ووتر بروف برضو يا جماعة يعني ليها طريقة معينة في استخدام. خلاص كده بس هجيب هجيب دي بس كده وادمج هنا عشان يبقى كله لون واحد. انتوا شايفين ايه؟ خلاص خلصت كده. هنضف بقى اللوس باودر اهو، هنضفها في اتجاه واحد، مش هروح واجي، هو اتجاه واحد كده اهو. ما حطيتش ايلاينر ليه؟ عشان هو ميك اب سيمبل يعني، فانتوا ما ينفعش ميك اب سيمبل وايلاينر. تسلميلي. خلاص اهو خلاص. هجيب بقى ايه؟ بلاشر. اول حاجه هغمق وشي بس شويه بالبرونزر. اللي مش اللي عايز يستغنى عن الخطوه دي يستغنى عنها، دي مش خطوة أساسية. أنا هجيب بس برونزر أغمق شوية هنا. أخدين بالكم من اللمعة؟ انا بغمق عشان الفونديشن اصلا ده اوريدي فاتح عليا شويه، فبغمقه شويه بالبرونزر. خلاص هجيب بلاشر. هجيب البلاشر ده من فلورمار، فيه هايلايت حلو قوي بحبه. اهو شايفين ده من اماندا، ده تقريبا ب 40 جنيه ب 35 جنيه حاجه كده يعني، بس حلو قوي لونه، لونه رهيب رهيب بيبي كده اهو. بطفي بيه بس شويه. لو الرموش مضايقاكي ممكن ترفعيها بمسكره كده، بس ما تمشيش عليها كلها، بس على رموشك بس. اهو هرسم بقى شفايفي. جيب اللون ده نود بقى نود. هحدد شفايفي وامليها بالليب لاينر، وبعدين انا مش عارفه امشي ده طالع فوق ليه بس ماشي.
وبعدين احط الروج. تصغري شفايفك، ما تمشيش على الخط اللي فوق، تمشي على الخط اللي جوه كده، الشفايف تصغر. توسعي عينيكي، توسعي عينيكي بحاجات كتير، البيج، الكحل البيج جوه العين بيوسع العين، الهايلايت اللي في الجناب بيوسع العين، في حاجات كتير بتوسع العين. الرموش نفسها لو استخدمتي رموش صح هتوسع عينك، في حاجات كتير ممكن تعمليها توسع عينك. رسمة الايلاينر، انا بس هزود هنا شويه هايلايت. تمام، هجيب روج، الروج ده من اسنس، وهخلطه شوية مع الروج ده من اوفرا. وبس، ايه رايكم؟ اهو خلصنا، بس انا هحاول اشوف فلاتر. سهلة اهو، بسيط، ويعني مفهوش اي حاجة. ايه ده، بجيب حاجات عجيبة، هحفظه. حاضر، ممكن ثانية بس افتح الباب. لا مش نايمين، صاحيين. ايه رأيكم؟ صاحيين؟ اه، روح هنا كده. انا لابسه اوريدي دي طرحه جل، انا لفاها. طب ما تزعلش، خليك قاعد هنا، استنى اما اخلص. هنا اهو، هنا اهو، تمام. انا جايبه طرحه عاديه اهي، انت ممكن تعمليها بسكارف عادي. انا طرحة عادية اهي، هربطها كده.
عملت بصوا ازاي، زي فيونك هاخد طرفين، واحد ورق واحد هنا، هدخله جوه كده. ده جه على ميك اب مش مشكلة، وده هاخد ورق. واثبت بقى الباقي ده بدبوس عادي. اهي سهلة اهي، ما فيهاش اي حاجة بس كده. ايه رأيكم؟ نور لكم الدنيا شوية. انت اللي كيوت والله، انتوا اللي قمر. يا رب يكون الميك اب سهل وبسيط ويعني مش متعب. حبيبي حبيبي، فقولوا لي بقى عايزين ايه تاني. عملت لكم الفيونكة. تسلمي، انتي اللي حلوة. ان شاء الله يا رب ما يكونش موضوع الايشادوهات معاكم، وانا هجيب على بس الكاميرا الاصلية. اهو تمام، الحمد لله ان هو سهل وحلو، واللي يجربه يقول لي بقى ايه تمام ولا ايه. باليت شادو نيكس حبيت فرفشة. باليت شادو نيكس، شادوهات نيكس حلوة اوي، حلوة جدا، بس الاوريجينال عشان في منها كوبي فخلي بالك. حابة فرفشة اعمل ايه يعني؟ اغني؟ اللايف الجاي اسوي ايلاينر وتركيب اللينسز. حاضر، ممكن نعمل اللايف الجاي ميك اب ايلاينر وروج مثلا عنابي او احمر، واركب لكم اللينسز ورموش، هيبقى حلو. تسلم. اغني زي المره اللي فاتت. عايزه فرش تكون نوعها حلو، بي اتش جيسب. دول ما بحبهم الاثنين دول، واسعارهم حلوه قوي يعني 300 400 يجيبوا لك ست حلوه محترمه، ما تحتاجيش حاجه جنبها كمان. معلش يا سمسم، انا عارفه انا عارفه، هبقى سيفه تشوفيه في اي وقت يا روحي. اسماء يا جماعه اللي كانت طالعه معايا اللايف اللي فات، اغني ايه؟ طيب اغني لكم ايه؟ تحبوا ايه؟ عمرو دياب برضه. قولولي ما يطلبه المستمعون. مالو تغني والجمهور يختار. يلا وانتي كمان وحشتيني، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيكي تحيني. سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود علي القيمة، عليكي بصة تخلي العقل مجنون.
السعودية بحبكم، بلدي التاني يا جماعة. أنا عشت عمري كله في السعودية، فالسعودية بلدي التاني، فأي حد من السعودية وريحة السعودية حبيبي وقريب لقلبي. كلكم بحبكم، تسلمولي يا رب، انتوا الأحلى. أنا والله بحاول على قد ما أقدر معقدكوش يعني يا روحي انتي، والله انتوا اللي حلوين. طب قولولي عايزين ايه المرة الجاية. خلاص اتفقنا نعمل ايلاينر وروج. هحاول بكرة او بعده بإذن الله، بعده ممكن بعده بإذن الله، بإذن الله. وهكتب على الستوري برضو زي النهاردة. قولولي حياتي. بنات عايزة اقول حاجة بالنسبة للهايلايتر، لو انت عندك حبوب او مسامات واسعة اوعي تحطي هايلايتر لان هيبرزها اكتر. فلو عندك حبوب او مسامات هنا حطي الهايلايتر هنا، بلاش تخلي الهايلايتر على خدودك عشان هيبرز لك المسامات اكتر. دي بس ملاحظة سريعة. فان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية بكرة او بعده باذن الله حاول اطلع لايف نعمل ايلاينر وازاي تركبوا العدسات وازاي تركبوا الرموش، ونعمل برضو لوك حلو كده باذن الله. ميرسي ليكم على وقتكم وعلى كلامكم الجميل وتشجيعكم، وانا بحبكم جدا، ويا رب تكونوا كلكم استفدتوا. ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية، تصبحوا على الف خير. Love you so much.